وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو جديد. واحد الفيديو كيبور الصراحة من اللي شفناه من الإعلامي المصري صابر مشهور اللي غادي يحط الفرحة ديال المغاربة وديال الجزائريين في وسط الجزائر. فألف تحية للناس ديال الجزائر، أي واحد فرح من القلب ديالو للمغاربة. الحمد لله هادشي فرحنا من اللي شفنا. مازال واحد الشعب ما مشاش مع الكبرانات، ما مشاش مع داك النظام، عرف بأن راه المغرب ماشي عدو وهمي ليهم، وحنا كنأكدوها كمغاربة وغنبقاو دائما نأكدوها. ما عندنا حتى شي إشكال مع الدولة الجزائرية، ما عندنا حتى شي اشكال مع الشعب الجزائري، عندنا مشكل مع النظام ديالكم. النظام ديالكم اللي دار لنا حجره في الصباط كما قال بومدين، للاسف راه دارها للمغرب ودارها حتى للشعب الجزائري. نورمالمون خصنا نقارنوا الجزائر بقطر، بالامارات، بالسعوديه. شوفوا قطر كيفاش هي وشوفوا الجزائر كيفاش كتعانيو بسبب مشكل ديال البوليزاريو. فالمشكل اللي عندنا هو مع النظام ديالكم اللي كيستهدف الوحده الترابيه ديالنا، اللي كيدعم البوليزاريو ماديا ومعنويا. سمعتوا مؤخرا بانهم شراو لهم درون من ايران، فاحنا كمغاربه لا هضرنا ولا درنا ردة الفعل، ففقط من اجل مصلحه بلادنا ومن اجل دفاعنا على الوحده الترابيه ديالنا. اما احنا ما عندنا حتى شي اشكال مع الشعب الجزائري، اي واحد كيبغينا فاحنا كنبادلوه داك الحب مضوبل. وغنبقاو دائما كناكدوها، ما عندنا حتى شي اشكال مع الشعب الجزائري، مشكلتنا مع نظام الكبرانات اللي كيدعم البوليزاريو واللي كيسلحهم ضد في بلادنا. فالف تحيه لكل جزائري فرح معنا، بغانا من قلبه، دعم المنتخب المغربي، وحتى داك اللي حاقد علينا وكان باغينا نخسرو الله يشافيك. المغاربه كيقولوا لك الله يشافيك، وراه ما عندهم حتى شي اشكال معاك. نخليكم مع هذا الفيديو الرائع، يستاهل عدد كبير من اللايكات. تحياتي لكم، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في هذه الحلقه. ومبروك للامه الاسلاميه فوز المنتخب المغربي في كاس العالم وتاهله الى الدور الربع النهائي في كاس العالم، وهو بذلك اول فريق عربي، وقيل اول فريق افريقي، كان غانا من قبل، ولا أعرف إن كان أول فريق إسلامي يصل إلى الدور ربع النهائي أم لا، لا أتابع كرة القدم كثيرا، لكن نقول مبروك للشعب المغربي المسلم، مبروك للأمة الإسلامية كلها، مبروك للمنتخب المغربي الذي سجد شكرا لله سبحانه وتعالى. طبعا هو كان بيلعب مع إسبانيا وانتصر أو فاز في المباراة 3-0 المنتخب الإسباني، وهذا كان في ركلات الترجيح. لأنه لمن لا يتابع كرة القدم أمثال حالاتي، فإنه وأنا شاهدت ركلات الترجيح، يعني حصل تعادل سلبي في الشوط الأول والثاني والوقت الإضافي، ثم حدثت ركلات الترجيح وأحرز المنتخب المغربي الأهداف الثلاثة خلال ركلات الترجيح. مبروك للشعب المغربي، مبروك للأمة الإسلامية كلها. تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ من قناة CNN الأمريكية، لاعبو المغرب يرفعون العلم الفلسطيني احتفالا بالتأهل لربع النهائي. كما نشاهد هنا رفع العلم الفلسطيني داخل الملعب، رغم ان هم حاولوا كثيرا ان يفسدوا فطرة الشعب المغربي لكنهم فشلوا. وسنشاهد ايضا حاولوا افساد فطرة الشعب الجزائري وفشلوا. هنا المنتخب المغربي يحتفل بالفوز ويرفع علم فلسطين، رغم انهم حاولوا كثيرا ان يجعلونا ننسى قضية فلسطين. وعمت الفرحة المدن المغربية. تعالوا نبدأ بالعاصمة الرباط. أيضا ملك المغرب نزل إلى الشوارع محتفلا بهذا الفوز. عاش الملك، عاش سيدنا، عاش سيدنا، عاش سيدنا، عاش سيدنا. وهنا فيديو آخر لملك المغرب خلال احتفاله بفوز المنتخب المغربي. ننتقل الآن إلى بلدنا حبيبتنا الجزائر، الشعب الجزائري المسلم الذي أحبه كثيرا، هذا الشعب الذي كان دائما عند ثقتنا به. الشعب الجزائري احتفل في المدن الجزائرية المختلفة بفوز منتخبه المغربي. منتخب المغرب يمثل كل المسلمين. تعالوا نشاهد العاصمة الجزائرية. أيضا خرجت الجماهير الجزائرية للاحتفال في الميادين الرئيسية في الجزائر. تعالوا نشاهد. Thank you.
هذا كله يدلنا على أن الشعب الجزائري المسلم شعب أصيل، شعب محترم. هذا هو شعبنا وهذه هي أمتنا. حاولت الدولة العميقة أن تبث سمومها على مدار أكثر من 60 سنة للإيقاع بين المسلمين في المغرب والمسلمين في الجزائر، لكنهم فشلوا. الدم مش هيبقى مية. والله أنا بكيت وأنا أجهز هذه الحلقة وأنا أشاهد احتفال المسلمين في الجزائر بفرحة منتخبهم المسلمين المغربيين. تعالوا نكمل كما تشاهدون. هذه هي الصورة الحقيقية. هذا شعبنا، هذه أمتنا، العالم المغربي، العالم الجزائري، العالم التونسي، وإن شاء الله يتوحدون ويصبحون عالما واحدا وشعبا واحدا ودولة واحدة. هنا أيضا أخ جزائري يحتفل أو ذهب للتشجيع المنتخب المغربي. تعالوا نشاهد خلال المباراة. من ألجي أميم، شكرا بزاف جاي تشجع، شكرا بزاف بزاف، الله يحفظك ربي يخليك. خاوة خاوة إن شاء الله رابحين مربوحة إن شاء الله. أمين يا رب، الله يحفظك، الله يحفظك ربي يخليك، شكرا بزاف، الله عليكم ربي يخليك، الله يحفظكم. الجمهور العربي كامل جاي اليوم كامل. وفور فوز المنتخب المغربي، مواطن جزائري خرج إلى الشارع في العاصمة الجزائر بالعالم المغربي، وهل تصرفات تدل على عمق الحرارة والعاطفة القوية عند هذا الشعب الجزائري المسلم. تعالوا نشاهد. أيضا احتفل المسلمون المغاربة والجزائريين بفوز المنتخب الجزائري ورفعوا أعلام البلدية. تعالوا نشاهد. نعود مرة أخرى إلى المغرب، إلى الدار البيضاء، وربنا يكتب لنا زيارة الجزائر وزيارة المغرب بإذن الله إن شاء الله، اللهم آمين. تعالوا نشاهد الدار البيضاء. نعود للعاصمة الجزائرية الجزائر، وأيضا الاحتفالات في شوارعها من أصحاب السيارات. منذ 3 سنوات فازت الجزائر بكأس إفريقيا. الشعب المغربي ذهب إلى حدود الجزائر والسلك الشائك الذي أقامه الخونة بين شعب واحد وعائلات واحدة وقبائل واحدة، فما كان من المشجعين المغاربة إلا أن أرسلوا عبر السلك الحديد والسلك الشائك، هذا السلك الذي بناه الاستعمار الفرنسي وترك العملاء والخونة يحرسونه. يعني الجيش الفرنسي رحل وترك من يحافظ على هذا السلك، لكن المشجعين المغاربة ذهبوا ليباركوا للشعب الجزائري وقذفوا لهم بالعالم المغربي، والإخوة الجزائريين قذفوا لهم بالعالم الجزائري. تعالوا شاهد هذا المشهد منذ 3 سنوات. ديالهم حنا ما لقيناش كي نديرو باش نوصلو لهم الترابو، طلبنا من السلطات ديالنا نمدو لهم هي من الكرياش. هذه الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلام الجزائري، وطبعا عنوان سيء: كأس العالم منتخب إسبانيا يضيع 3 ركلات جزاء ويقصى من ثمن النهائي. يعني رفضوا يكتبوا أنه فاز منتخب المغرب. يا جماعة، من يدير الإعلام؟ الدولة العميقة. فانظروا الشعب الجزائري مبسوط وفرح وكذا، لكن الدولة العميقة عدوة الجزائر، عدوة المغرب. الدولة العميقة سواء في الجزائر أو في المغرب هي التي تشن كل هذه الحملات المسمومة لمحاولة التفرقة بين المسلمين في البلدين. فهذا لا قيمة له عندنا، هو واللي مشغله. طبعا هو المذيع ما عرفش الله أعلم ماذا قال، لأنه هو أنا يعني بما إني اشتغلت في التلفزيون المذيع لا يكتب ما هو الموجود على الشاشة، الله أعلم بالمذيع يعني حتى لا نظلم أحد. هنا أيضا حضراتكم بعض الشباب المغربي خرج إلى الشوارع للاحتفال. أيضا أمير قطر كان يتابع المباراة واحتفل. أصداء فوز المنتخب المغربي وصلت إلى المسلمين في تركيا. هنا مثلا حساب اسمه ديلي إسلام
او ديلي اسلاميست. الحساب ده لمن يريد يعرف اخبار تركيا تابعوه، حساب جيد يعني. فايضا نشر فاس، لانه فاس هي العاصمه القديمه للمغرب، فالاتراك عندهم المغرب يعني فاس. فايضا نشر ونشر انه المغاربه رفع علم فلسطين. تعالوا ناخذ الترجمه العربي: اصبح المغرب البلد الاسلامي الوحيد الذي بلغ ربع نهائي البطوله بفوزه على اسبانيا. سجد اللاعبون كفريق واحد ورفعوا العلم الفلسطيني. سبحان الله، المشاعر عند بعضها. يعني أنت لما تقابل المسلم التركي رغم أنه لا يفهم لغتك ولا تفهم لغته، تجد نفسك تفهمه أفهمك. يعني حتى لما أول ما وصلت تركيا كنت أركب مع سائق التاكسي أتناقش معهم رغم أني لا أفهمه، يعني لا أفهم لغتهم ولا يفهمون لغتي، لكن كنا سبحان الله الروح، يعني لأن هي نفس المشاعر ونفس القيم ونفس التربية. ربنا واحد ونبينا واحد وإسلامنا واحد. فهتجد الأخ التركي اللي أعرف من هو كتب نفس اللي كتب، يعني وإحنا بنتناول ما جرى في الجزائر وما جرى في الدول الإسلامية الأخرى عن المنتخب المغربي. هنا في حساب سكريم ميكس: منتخب المغرب هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر مباراة حتى الآن في كأس العالم. ختاما نختم بالذي هو خير، كلام الله القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن هذه أمتكم أمة واحدة. ولم يقل أمة مغربية ولا أمة جزائرية ولا أمة مصرية ولا أمة سعودية ولا أمة تركية، هي أمة واحدة، أمة إسلامية واحدة، ولا أمتين عربية وإسلامية. مفيش حاجة اسمها الأمة العربية أو الأمتين العربية الإسلامية. العرب ليسوا أمة، نحن أمة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلونا الرأي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش علينا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.